صباح الخير شباب سينيور 2، ان شاء الله هنشتغل مع بعض النهارده ريفيجن تراك. تمام، طيب هنشتغل على ريفيجن ديفيجن، يعني انت ان شاء الله مش هتشوف حاجه في تراك غير ريفيجن ديفيجن الترم ده في الامتحان. طيب تعالى بس كده، اول سؤال بيقول لي ايه؟ A 100 meter tower is built on a rock from a point on the ground on the horizontal plane passing through the base of the rock. The measure of the elevation angle of the top and the base of the tower seven six degree and 46 degree. Then the height of the rock equal approximately 8 meters. تمام؟ طيب مديني شوية شوية، بيقول لي ايه؟ A 12 B 24 C 35 D 48. طب نقرا تاني بقى شباب، بيقول لي A 100 meter tower، يعني التاور ده الهايت بتاعه قد ايه؟ 100 is built on a rock، يعني بنى فوق صخرة. تمام كده؟ فانا هعتبر معايا ده ايه؟ ده كده التاور اللي هو 100 متر، وعندي هنا كده ايه؟ الصخرة بتاعتي. حلو كده؟ بيقول لي from a point on the ground on the horizontal plane passing through the base of the rock، يعني هنا كده دي نقطة على الجراوند passing through the horizontal plane اللي هو عند البيز بتاعت مين؟ بتاعت الروك. The measure of the elevation angle of the top and the base of the tower is 76 degree and 46 degree. ثانية واحدة، ال elevation بتاعت مين؟ أول حاجة قالها لي بتاعت التوب بكام يا عم؟ قال لي 76. طيب وبتاعت مين كمان؟ بتاعت البيز بكام دي؟ ب 46 ديجري. حلو كده شباب؟ طيب حابيني ان انا اشتغل عادي خالص، يلا بينا. هو عايز الهايت ده، طيب عشان اجيب الهايت ده محتاج ان انا على الاقل اجيب الهايبوتنس ده، ماشي؟ طيب اجيبه ازاي؟ يبقى انا اسمي الاول الانجل بتاعي A B C D، ماشي كده شباب؟ طيب اول حاجة هشتغلها، هشتغل في التراينجل اللي انا عارف فيه سايد. طب مثلا ما عنديش فيها سايد، لا بص كده وركز، دي 76 صح؟ ودي 46، يبقى دي بكام؟ 30 ديجري. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عندي انجل وعندي اوبوزيت سايد، يبقى اشتغل بمين؟ هشتغل بالساين رول. بس ثانية واحدة، أنا ما عنديش أي معلومات تانية، طب ما أنت ممكن تجيب معلومات تانية، إزاي؟ ممكن تجيب لي الأنجل دي وتجيب لي الأنجل دي، طب هشتغلها إزاي يا مستر؟ هو ده مش رايت أنجل ترانجل، ترانجل اسمه أي بي سي، ده مش رايت أنجل ترانجل؟ يبقى هجيب الأنجل اسمها أي بي سي، فولو إن ترانجل أي بي سي. اول حاجة هجيبها الانجل اسمها ACB، يبقى measure of angle ACB هجيبها ازاي؟
108 minus, هي دي 90 عشان ده vertical وده horizontal. 9 plus mean plus 46. حلو كده شباب؟ طيب وتخش على الكالكوليتر تحسبها على طول. 90 plus 46 equal 44 degree. يبقى الانجل دي بكام؟ 44 degree. وبعد كده اقوم رايح على مين؟ رايح اجيب الانجل اسمها ACD. ازاي؟ هو ده مش the straight line، يعني ال sum of two angles دول 180. يبقى اقول له measure، اقول له بقى ايه triangle، هنقل بقى triangle التاني ACD. تمام؟ measure of angle ACD equal كام؟ 180 minus 44. يبقى 180 minus 44 هتطلع لك 136 degree. طيب انا كده قربت اخلص خلاص، فاضل لي اجيب مين؟ اجيب الدي، انجل دي. يبقى اقول له measure of angle ADC هتبقى equal 180 minus 136 degree plus 30 degree. طيب يعني هتبقى equal 14 degree. تمام كده؟ طيب انا عملت كل ده ليه؟ عشان يبقى عندي الانجل دي اعرف اجيب منها الهايبوتنس. طب يلا نجيب نكمل شغل. طيب هشتغلها ازاي؟ هقول 100 over sin 30 equal AC over sin mean 14. حلو كده؟ ودي 14 هناك، يبقى الـ AC عبارة عن 100 over time sin 14 over mean sin 30. تمام كده؟ وسيبها لي زي ما هي كده، حاول انت تسيبها لي زي ما هي كده. ليه؟ عشان هيطلع ديسمال ما تلخبطش نفسك من دلوقتي بالديسمال. حلو؟ تعالى بقى نخش على ترينجل اسمه ABC. انا اعتبر جبت AC وانا عايز الـ H وانا عندي الانجل دي 46. طب انا اقول له sin 46 equal h over ac. طيب ال ac ده اللي هو مين؟ اللي هو ده. طيب يلا بينا، يبقى sin 46 times 100 sin 14 over sin 30 يبقى equal كام؟ اللي هو ال h. ماشي، يبقى ال h equal كام؟ قوم رايح اكتبها، اعملها بقى كلها على مره واحده. 100 times sin 14 times sin 46 over sin 30 equal هيطلع لك 34.80. تمام كده؟ طيب approximately بقى شباب 2 متر. ها تمام 2 متر يبقى equal كام؟ يبقى equal 35. يبقى الانسر نمبر C. طيب كان في طريقة تانية يا شباب، كنت ممكن ما اجيبش الانجل اللي اسمها ADC واجيب الانجل بس اللي اسمها DCA اللي هي ACD اللي هي بكام؟ 136. واقوم جايب السايد ده وبعد كده اشتغل على الترينجل الكبير اللي هو اسمه ADB. تمام كده؟ تمام. طيب نخش على الاكزامبل الثاني يا شباب. بيقول لي from the top of منير اشاب هان دي بريشر انجل انجل اوف ميجر 38 ديجري اف the distance between the ship and the base of Minaret is 220 meters. Then the height
افضل نبات from the sea level equal approximately برضو متر. طيب تعال نقرا المسألة من الأول وجديد تاني. أنا بحب جدا إن أنا مسائل الإليفيجن والديفيجن أو يعني الحاجات اللي فيها ستوري بروبلم إن إحنا نقراها مرة واثنين وثلاثة، تمام كده؟ طيب تعال نقرا كده بالراحة. طب نكتب الشيلد الأول قبل ما ننسى. A 172 B هتبقى 187 C 110 D 144. طيب تعال نبص كده بيقول لي ايه from the top of a minaret، يعني minaret يعني عامل زي المركز مراقبة بتاع الجيش الكلام ده، تمام كده؟ طيب بيقول لي a ship has depression angle، يعني انا دلوقتي عندي كده الهوريزونتال اللي هو السي ليفل ماشي، وعندي هنا كده المينيرال بتاعي الهايت بتاعه مثلا كده تمام، وفي هنا عندي مركب. حلو شباب. طيب بيقول لي الانكل اوف ديبريشن بتاعي الشاب. طيب انا هعمل ازاي؟ انا دلوقتي انا اهو فوق عند المينيرال ببص على الشاب. طيب خلاص يا مستر، يبقى الانجل دي هي بتاعت الدبريشن. لا غلط. بص يا باشمهندسين، دلوقتي الانجل بتاعت الدبريشن اجيبها ازاي؟ تعمل هوريزونتال ليفل تاج. حلو كده. تبقى الانجل دي اللي ما بين الهوريزونتال والري اللي طالع من عين حضرتك رايح على الاوبجكت هي الانجل اوف دبريشن، يبقى 38 ديجري. تمام تمام. طيب ابتدي اشتغل عادي بقى. ده انجل، ده ترينجل اسمه اي بي سي دي رايت ماشي. يلا ده كده هوريزونتال بارل تو ذا هوريزونتال ليفل بتاع السي ليفل. هعمل ايه؟ الترنيت بقى. دي كام؟ تبقى ب 38. حلو كده. طيب هو قال لي معلومه، بيقول لي the distance between the ship and the base of minaret is 220 متر. يبقى الديستنس دي كام يا شباب؟ 220 متر. تمام. طيب اشتغل بقى في ترانجل اسمه اي بي سي. اقول له ان ترانجل اي بي سي. مالك يا عم عايز ايه الترانجل ده؟ دلوقتي يا باشمهندس انا عايز الهايت، وانا عندي الديستنس دي 220 متر. طب ايه رايك اجيب التان؟ طب مش معنى مستر اخترت التان، اخترت التان عشان يبقى اوبزيت اوفر ادجيسنت. تمام. طب لو كان عندي، لو كان عايز الهايت وكان عندي الديستنس دي، كنت ساعتها هعمل ايه؟ ها تختار الساين. يبقى انا هختار هنا التان. يبقى تان اوف انجل سي ايكوال مين؟ اي بي اللي هو الهايت بتاعي اوفر بي سي. طيب انا عايز الاي بي يا شباب صح؟ طيب يبقى ودي دي مالها بالتايم. يبقى اي بي ايكوال بي سي تايمز تان سي، وبعد كده بتيجي عامل سبستيتيوشن. طيب بي سي كام؟ 220، وتان سي تان 38 ديجري. تمام. طيب اقوم مدخلها على الكالكوليتر على طول، 220 تايمز تان 38 هتطلع لي كام؟ هتطلع لي 171.88. تمام. ابروكسيميتلي 2 متر يبقى 172 متر. تمام كده. يبقى الانسر نمبر 8.